ننتقل على الهواء مباشرة مع مراسلنا محمد جمال. وعايزين طبعا احنا شفنا امبارح واخدنا بالنا ان الجو كان شديد الحرارة امبارح وارتفاع درجة الحرارة فظيع من امبارح والنهاردة كمان، فعايزين نطمن اكتر من خلال مراسلنا محمد جمال ولقائه مع دكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد. صباح الخير يا محمد، وطمنا بقى على الارصاد والجو النهاردة هيكون شكله ايه؟ صباح الورد مها، صباح الورد سمر، صباح الورد على مشاهديكم الكرام. بالفعل أنا متواجد الآن داخل هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الطقس والتغيرات في حالة الطقس التي تشهدها مصر على مدار اليومين السابقين. واليوم تستمر درجة الحرارة في الارتفاع على أمل أن تنخفض درجة الحرارة ابتداء من الأمس. للمزيد حول حركة الطقس في مصر معي الآن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. يا دكتور احمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم في العيال عمر صادق جوي. بدايه يا دكتور حابين نعرف درجات الحراره المتوقعه النهارده وبكره والتاثيرات او التاثيرات اللي شكلت تغيير في حركه الطقس على مدار اليومين السابقين. يعني احنا ان شاء الله النهارده امتداد لامس، حيث احنا قلنا بنتعرض لموجه شديده الحراره قمتها امس واليوم، يعني النهارده استمر الجو شديد الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه عدا السواحل الشماليه الغربيه، انكسرت النهارده نقصد بيها طبعا السلوم سيدي براني مرسى مطروح الاسكندريه، كل هذه المحافظات النهارده انكسرت درجه الحراره عليها، لكن باقي المحافظات مستمر شديد الحراره النهارده. عشان نطمن الساده المشاهدين، من بكرة يبدأ انكسار في السواحل الشمالية الشرقية وأيضا الوجه البحري والقاهرة، يعني على سبيل المثال القاهرة النهاردة 40، بكرة 37، يوم جمعة 36، إذن هناك في تحسن إن شاء الله في درجات الحرارة. يعني خلال الأيام هيبدأ شهر أغسطس، معروف أن شهر أغسطس من أكثر شهور السنة ارتفاع في درجات الحرارة، هل في توقعات مسبوقة لشهر أغسطس هذا العام ولا بننتظر بداية الشهر؟ طبعا احنا عارفين ان احنا شهري يوليو اغسطس بنتاثر بمنخفض الهند الموسمي اللي سماته ارتفاع الحراره وارتفاع نسب الرطوبه، فالقادم هيكون ارتفاع نسب الرطوبه اكتر من الحراره، وده طبعا اللي هيخلي حاسس بارتفاع حراره اكتر من المقاس فعلي. طب بالنسبة لدرجات الرطوبة واللي بتؤثر بصورة كبيرة جدا على ارتفاع درجات الحرارة وعن احساسنا احنا بعدم استقرار حالة الطقس، هل من المفترض انها تزيد في الفترة الجاية ولا هتكون مستقرة؟ اكيد لا، نسب الرطوبة هتزيد لان دي السمات بتاعت شهر اغسطس بالذات ان بتبقى نسب الرطوبة عالية جدا فيه، فمن المنتظر ان احنا احساسنا هيكون اعلى بالحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شرفتوني. إذا مها من المنتظر أن تنكسر درجة الحرارة ابتداء من الغد على أن يسود الفترة المقبلة تفاوت في درجات الحرارة ما بين 36 و37 و38 اللي هي درجات الحرارة المعتادة في الصيف، ويبدأ شهر أغسطس بدرجات حرارة مختلفة تماما. نتمنى أن هو يكون شهر لطيف على كافة المواطنين. إليك مها، شكرا صمت. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا ومراسلنا محمد جمال، وطمنا دلوقتي برضو على درجة الحرارة إن شاء الله يعدي النهاردة اليوم.